هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقتنا مميزه جدا، هنتكلم فيها عن التايب اوف سنتنس. مهم جدا اننا نكون عارفين التايب اوف سنتنس ستراكشر عشان نقدر نستخدمها بشكل مظبوط سواء في الكلام او في الكتابه. وزي ما قلنا الحلقه هتكون مميزه، احنا مش هنشرح كالعاده لكننا جبنا كل نوع معانا وكل واحد هيتكلم عن نفسه. استاذ سيمبل سنتنس، ممكن تبدأ وتعرفنا عن نفسك أكتر؟ أنا تكويني بسيط زي اسمي، بتكون من فعل، فاعل، وبتكلم عن فكرة واحدة زي المثال ده The train was late. على الرغم من أن تكويني بسيط لكن مش على طول ببقى جملة قصيرة. أنا ليا أشكال كتير، أول شك أن يكون الجملة فيها صفة زي Mr. Muhammad's intelligent students completed their homework. بالشكل الثاني أن يكون ليا فاعلين وفعلين مشتركين مع بعض في نفس الفعل أو الحدث زي مي أن أحمد ate too much food and felt sick. أنا بقى الكمباوند سنتنس عبارة عن جملتين كل واحدة فيهم بتعبر عن فكرة مستقلة بس بنربطهم ببعض بحاجة اسمها الكونجنكشنز. إيه هي الكونجنكشنز؟ كلمات زي for and nor but or yet and so. example على الكلام دوت I want to go to work but I'm too sick to drive. example تاني The shoplifter had stolen clothes, so he ran once he saw the police. وعلشان ما ننساش الـ conjunctions، جمعنا أول حرف من كل conjunction وحطناهم في كلمة fanboys. ولكن أنا الـ complex sentence، أكتر sentence الناس بتتلخبط فيها، عشان أنا بكون أكتر من verb بعبر عن كذا فكرة، وعشان أنا معقدة وكلكم بتتلخبطوا فيها، خليني أقول لكم على الحل. أنا الـ sentence اللي هتلاقوا فيها as who, that, which, and when. وكمان هتلاقوا فيا because, since, after, and although. And let me give you some examples. I heated my coffee because it was so cold. And let me give you another example. Although he was wealthy, he was still unhappy. أنا بقى compound complex. أصعب واحد فيهم. Two independent clause, one dependent clause. يعني إيه دول؟ Independent clause هي جملة مفهومة ومش محتاجة تكملة، لكن ال dependent clause هي جملة مش مفهومة ومحتاجة تكملة. ناخد example. The dog started barking, so the cat ran away, so I stopped. The dog started barking, independent clause, so the cat ran away, independent clause, so I stopped, dependent clause. Another example. The man believed in the system, and he knew that justice would prevail after the murderer was sent to jail. نكون شرحنا الـ type of sentence. لو عندكم أي سؤال تقدروا تسيبوه في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسيفرست للصفحة عشان يجيلكم notification لكل جديد على صفحتنا.